أعزائي المشاهدين، كل سنة وحضراتكم طيبين. معكم الأستاذ الدكتور إيمان عزام، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة اسكندرية. النهاردة بنستغل وجودنا في المؤتمر السنوي الدولي للغدد الصماء والسكر والبدانة، ونحب نعمل ريفرشمنت لحضراتكم عن قصور الغدة الدرقية، وخصوصا أن اليوم التوعية العالمي للغدة الدرقية كان امبارح يوم 30/4. هنتكلم عن القصور في الغدة الدرقية، وهنقول ان زمان قبل ما الناس يبقى عندها الوعي والندوات اللي احنا بنعملها والمحاضرات الثقافية، ما كانش الموضوع بتاع الغدة الدرقية واخد الراو بتاعه دلوقتي. كان الشغل بتاعنا مينلي مقتصر على دكاترة النساء والتوليد، دكاترة التغذية، دكاترة نفسية وعصبية. كل الدكاترة دول كانوا بيعملوا لنا ريفيرل، لما كان بيروح لهم حد مش عارف يخس يقولوا له اعمل الغدة الدرقية، لا عنده قصور يبعتها. لما الست تكون مش عارفة تحمل او بيجي لها اجهاضات متكررة يقولوا لها اعملي الغدة الدرقية، لا انت عندك قصور روحي عالجيها. لما حد بيصاب بالاكتئاب الشديد مش عارفين يعالجوه برضو بيدوا له كل ادوية الاكتئاب وما بيخفش، روح لدكتور الغدة الدرقية. حقيقة الغدة الدرقية دي المايسترو بتاع الجسم كله، فكل حاجة في الجسم وارد انها تتعب او تمرض مجرد الكسل في الغدة الدرقية. هنمسك من اول بالظبط شعرنا فوق لحد ضوافر رجلينا تحت. الشعر بيتأثر، الجلد بيتأثر، الضوافر بتتأثر، القلب بيتأثر، الضغط بيتأثر، ارتفاع الكوليسترول في الدم، النفس بيتأثر. يعني في رسائل كتير بنحب نوجهها في حتة قصور في الغدة الدرقية دي، خصوصا للناس مثلا اللي داخلة تعمل قسطرة في القلب. من فضلك ما فيهاش اي حاجة لما تعمل وظيفة الغدة الدرقية قبل ما تروح تعمل قسطرة، لان ممكن وارد يكون السبب كسل في الغدة الدرقية. المدام اللي رايحة تعمل حقن مجهري او عندها مشكلة في الخلفة، من فضلك اتشك على الغدة الدرقية قبل ما تروح تدفعي ألفات مؤلفة في حقن مجهري، لان ممكن السبب يبقى حاجة بسيطة جدا وتتعالج بإذن الله، ما بيبقاش فيها مشكلة. هنرجع نتكلم عن ايه الاسباب بتاعت نقص الغدة الدرقية. الغدة الدرقية نقصها اكتر بتيجي في الستات اكتر بكتير من الرجال، ونقصها ممكن يكون وراثي بالنسبة الاكبر اللي هو الهاشيموتو ثايرويدايتس، ممكن تبقى وراثية وتلاقي العيلة كلها، الستات كلها بتوع العيلة او معظمهم عندهم نقص في افراز الغدة الدرقية. ممكن يجي فيما بعد الولادة اللي هي البوست بارتم ثايرويدايتس، ممكن يكون مجرد التهابات. المهم ان احنا لازم اهم حاجة في نقص الغدة الدرقية ان احنا نقدر نبيكت اب، نعمل لها التحليل بتاعها المناسب، نعمل لها لو في اي تضخم في الغدة الدرقية نعمل الترا ساوند، لان لازم ناخد بالنا ان الوظيفة شقة لازم نهتم بيه، والشكل الشق التاني اللي لازم نهتم بيه ونحط عليه رعايتنا. استشارة طبيبك الخاص بنقص الغدة الدرقية وان حضرتك يبقى عندك الرينج بتاعها مناسب، دي مهمة لكل حاجة في الجسم. في شكاوي كتير، وجع المفاصل، سقوط الشعر، النهجان، ان حد حتى ما يبقاش في المود، الاكتئاب، العياط اللي من غير سبب، كل دي حاجات ممكن تكون مجرد من نقص او كسل في الغدة الدرقية. أشكركم شكرا جزيلا، وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة الأعياد وشهر رمضان الكريم.